حالة طوارئ في كل البيوت الحقيقة، يعني أنا مش عارفة أسميها إيه، لكن ما نلاقيش غير بقى الصوت العالي. ذاكر، الامتحانات قربت، يا إما نقول اللي أنت مش فالح، أنت مش نافع، المنهج لسه قد كده، ما تقومش من على المكتب، ما تقومش من على الترابيزة، أنت لسه ما خلصتش، حليت الامتحان ده. ونفضل بقى يعني لو حل الولد ولا البنت حاجة غلط، أمال هتعمل إيه في الامتحان؟ حالة من التوتر. بنلاقي حتى الولاد بيحصل لهم حالة كده، بياخدوا صدمة ونلاقيهم ساكتين وما بيردوش، ولما يردش عليك تتنرفز أكتر ولا تتنرفزي أكتر وتنزلي عليه، يا إما زعيق، يمكن أحيانا كمان في أهالي بتمد إيديها وبتضرب. وبعدين نقول الولاد ما جابوش درجات كويسة ليه في الامتحان؟ ليه بينسى؟ ليه بيخاف؟ ليه عنده حالة نفسية؟ بيرجع ما بياكلش خالص، ملوش نفس قبل الأكل، أو العكس تجيله شراهة في الأكل وبطريقة مش طبيعية. الولاد بيبقوا في حالة كده غريبة، هل إحنا السبب؟ طيب الصح نتعامل مع أولادنا في وقت الامتحانات إزاي؟ وأنا مش بحدد مرحلة عمرية معينة، لكن الحقيقة محتاجين نعرف نتعامل مع أولادنا من وهم صغيرين داخلين على الامتحانات لغاية لما حتى بيبقوا في ثانوي وفي الجامعة في فترة الامتحانات إزاي. نتكلم أكتر ونشوف ده من الناحية النفسية والطبية والعلمية إيه اللي المفروض نعمله ونوفره من جو حلو وجميل مناسب للامتحانات في البيت. بيسعدنا وشرفنا جدا دكتور علي عبد الرودي استشاري الصحة النفسية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليكم، منورنا جدا يا دكتور. ده نوركم، تحياتي لكم. أهلا بحضرتك. عايز أبتدي مع حضرتك بالأمور النفسية اللي ممكن تصيب الطالب، يعني إيه الحاجات اللي إحنا ممكن نشوفها على أولادنا مش معتادين نشوفها نقابلها أيام الامتحانات وأيام التوتر ده، إيه اللي بيحصل يعني؟ تحياتي ليك وتحياتي لكل بيت في مصر عنده طالب بيمتحن، سواء اعدادي ابتدائي ثانويه او حتى جامعه، او حتى لو حتى عنده انترفيو شويه، اول حاجه بيقابلها في وشه هو حاله بنسميها احنا الانكزايتي او القلق. مشكلتنا احنا في التعامل مع القلق بتبقى صعبه شويه. القلق هو ضيف جاي لك، والضيف ده يا اما تحسن استخدامه وتخليه تطوعه وتقعده في المكان اللي انت عايز تقعده فيه، او يفضل يتنطط في البيت ويعمل لك ازعاج. دي مشكلتنا مع حاله القلق اللي بتجي لنا. طبعا طبيعي جدا جدا يكون عندنا قلق، ولو انت وظفت القلق ده توظيف صح وتوظيف حقيقي هتاخد منه نتيجة كويسة جدا. القلق لو انت صاحبته، وانا هنا مش معنى انك صاحبه تخليه يفضل عندك كتير جدا، لا مش هتصاحبه كتير، بس رحب بوجوده. عارف ان عندي قلق، عندي قلق ان بكرة عندي امتحان، عندي قلق ان انا رابعة ابتدائي والمناهج فيها كعبلة شوية، عادي جدا جدا، ده طبيعي. وخلينا اقول حاجة مهمة جدا جدا، انا برحب بيه مش بتخانق مع القلق، وده لازم كل أب وكل أم وكل مدرس ومدرسة بيسمعني دلوقتي لازم يوصل الرسالة دي لأولاده واللي بيعلمهم كمان. يعني أقول له أوصل له أن القلق ده حاجة طبيعية، لأن إحنا بني أدمين لازم هنقلق ونخاف، بس نتعامل مع خوفنا إزاي. حلو جدا، لازم توصل له الرسالة دي. طيب إحنا بنوصل له عكسها تماما. دايما الرسائل اللي بتوصل لنا انا كابن بتوصل لي من بابا وماما رسائل غلط جدا. الرسائل اللي بتوصل له انت حاصل الدرجات، انت بتاخد الحب والقبول مشروط بدرجات، قيمتك في مجموع. بالظبط، يعني دايما انا شايفه هو عباره عن مجموع، هو عباره عن كليه، وانا ضد حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع، مفيش كده، انا ضده تماما تماما. كل الكليات وكل التخصصات احنا محتاجينها في تنميه هذا الوطن. أنا ما وصلش لابني إن هو بحبه عشان مجموعه، ما وصلش لابني عشان يعمل كويس في الامتحان فأنا أحبه، ما عملش كويس في الامتحان فزي ما أنت أشرت في المقدمة الجميلة يا إما يبقى في خناق أو إن أنا أعايره أو أنتقده أو أقلل من شأنه. دي الرسالة لكل أب وأم بيسمعني دلوقتي، خد بالك إيه الرسائل اللي تبعتها لابنك. إحنا بنعمل ده من قبل النتيجة ولا الدرجات ولا جاب مجموع، يعني إحنا بنتكلم إحنا داخلين دلوقتي على الامتحانات يا دكتور. صحيح. والبيت دلوقتي بقى في طوارئ، مش عايزين نستقبل حد في البيت، خلصت الأعياد اتقفل الباب، لا هنستقبل ولا هنزور ولا هنخرج ولا هنعمل، في حالة حبس كده إلا لو في دروس مدرس داخل أو خارج أو موصلين ولادنا الدرس. إحنا دلوقتي أنا عايزة أبتدي بالصغيرين، يعني أنا بيصعبوا عليا جدا إن لسه أطفال وبنعمل فيهم كده، نعمل إيه في البيت في وضع كده أيام باقية على الامتحانات؟ نعمل أول حاجة الحوار الجيد، إحنا لازم يكون بيننا حوار كويس جدا جدا ونتكلم عن المادة دي بطريقة كويسة جدا، نعرف إن المادة ليها هدف ومضمون،
نقرا الهدف مع بعضينا واطمنه انه ده طبيعي جدا يكون عندك حاله القلق، وطبيعي انت عديت قبل كده بمراحل امتحانات، وعديت قبل كده مثلا لو هو بيلعب رياضه معينه اخذت بطوله او شاركت في بطوله ولسه لا تزال الفرص قدامك كتيره جدا. وما يهمنيش انك انت تعمل كويس في الامتحان او مش هتعمل كويس، احنا عندنا دور بنعمله، اعمل اللي عليك، مطالب منك انك تعمل اللي عليك وبس، بدون زياده وبدون نقص، اعمل المطلوب منك وبس، وعادي جدا ارحب بيه. لازم اقلل من حجم المشتتات. طيب خلينا اقول نوعيه معينه جدا في موضوع المذاكره ازاي مع حاله القلق. اولادي لو كان هو عنده ADHD اللي هو فرط الحركه وتشتت الانتباه، لازم يذاكر بثلاث انواع من المذاكره عشان اقلل منه حاله القلق اللي هي بطبيعتها عاليه جدا، واقلل منه كمان حاله تشتت الانتباه وسوء التركيز. لازم يذاكر وهو بيتمشى، وراجع معاه وهو بيتمشى، دي مهمه جدا جدا. طفلي ده بيتنطط وهو بيذاكر، ده هو الطريقه اللي بيتعلم بيها. ما اجبروش على القعده خالص. خالص مش هجبره على القعده خالص غير وهو بيحل الاسئله. اصل في امهات هي اللي بتتعصب من التنطيط ده، يعني اللي هي ما تقعد خيلتني عشان تقعد. مش عارفه بقى ان ابنها عنده مشكله. طب انا عايز اسالك يا دكتور، هو في فرق بين الولد والبنت؟ يعني دايما بلاقي بحس كده، يعني ما اعرفش بقى، ان الولاد بيبقوا شقي اكتر، يعني مش رافضين المذاكره اكتر من البنات. يمكن البنات ما اعرفش هل عندهم قدره اكتر ان هم يقعدوا ويحفظوا ويذاكروا وكده، ولا لا مش فارقه على حسب طبيعه الشخص. زي ما قلت على حسب طبيعه الشخص، ولكن احيانا بيكون الاولاد بحسب الدلع الزايد مع التدليل وشويه تفضيل الذكور، فبياخد شوكولاته زياده، بياخد بيبسي زياده، بياخد حاجات مشروبات فيها سكريات زياده، هي اللي بترفع عنده حاله الفرط شويه او حاله الحركه شويه. لكن في العادي لا، الاثنين ممكن يبقوا زي بعضهم. حته التركيز لا، انا بتكلم على فكره اللامبالاه. يعني بلاقي اولاد مثلا يبقى عنده امتحان وعنده فكرة اللامبالاة. يعني ايه يعني انا النهاردة بتكلم عن القلق اللي الولد خايف ما يجيبش مجموع كويس، لكن بكلم حضرتك على فكرة تانية برضو، ان يكون الولد خلاص بقى هعمل ايه يعني، فماما تقعد تزعق وبابا يقعد يزعق وهو يعني مش في دماغه قوي يعني، فده بيبقى ايه؟ ان هو يبقى مش لامبالاة يعني. لامبالاة هو بيقولهم انتوا شايفيني عبارة عن مجموع، فانا طبيعي جدا جدا لا اشوفوني انا لوحدي، شوفوني مدرج من المجموع او مجرد من التقدير اللي انا عايز اجيبه او مجرد من الكليه اللي انا عايز اخشها. شوفوني لذاتي، سواء انا ميم سين صاد، انا لذاتي بدون قيود، اقبلني زي ما انا. من هيك تقصد مثلا ازود جرعه الحب للولاد في الفتره اللي هم فيها قلق، صح كده؟ يعني ادي حب بزياده، حب بزياده وسماع بزياده، ولازم نسمعه كويس ويخليه يعبر عن قلقه ويعبر عنه بكل الطرق بتاعته. بيعبر عنه بطريقه ان هو بيتكلم معايا، لازم هو بيتكلم اكون عندي فن الاصغاء. مشكله الاب والام هو بيتكلم معايا في المطبخ، هي مشغوله بتطبخ او مشغوله ماسكه الموبايل على السوشيال ميديا، او الاب بيسمع ماتش كوره، فبالتالي هو حاسس ان هو في حاجات تانية اهم منه. ما انا بقول له انا سامعك، يعني اقول انا سامعك. حلو جدا. ده غلط جدا، لازم يكون في تواصل، الاي كونتاكت او التواصل البصري ده مهم جدا. لازم اكن اطبطب عليه، لازم ابين له الحب الحسي والمعنوي في ان هو انا مش فارق معايا تنجح او مش تنجح، بس فارق معايا انك لما تعمل حاجه اعملها وانت حاببها وانت صح. ويتكلم عن هواياته ورغباته، واني اختبار زي اي اختبار، ما وصلهوش اني الدنيا فيها ازمه. اوقات كتيره جدا الاشاعات اللي بنسمعها عن التعليم هي اللي بتعمل حاله بانيك او تعمل حاله خوف وذعر عند الاباء والامهات، وبيتنقل ده للاولاد. الاب والام شايفين المناهج متغيره والمناهج فيها اختلاف شويه، اما الاب والام بيبقوا قلقانين اكتر من العيال يعني. فدي بنشوفها كتير. لكن عايز اسالك يا دكتور برضو، فكره المكافاه يعني ايه الصح فيها وايه الغلط؟ يعني لو نجحت وجبت مجموع كذا هجيب لك كذا، مش عارف ده، هل ده يدخل في نطاق التشجيع ولا في ضوابط لفكره المكافاه؟ في ضوابط لفكره المكافاه، ولكن هو دايما بنقول له انا وانا بقدم له المكافاه يقول له محصله التقدير العام، حبك زي ما هو من غير شرط، وتقديرك زي ما هو من غير شرط. ايوه. كون انك انت اخذت بونص او حاجات زياده من التعامل، فدي اخذت المكافاه دي بس، لكن الحب هو
الاحتواء هو هو، الكلام والحوار معاك ما تغيرش خالص طالما انت ما عملتش حاجه سلبيه. ده في ناس بتجيب لاولادها اللي ما جابوش مجموع قوي درجات حلوه هديه عشان ارفع من معنوياته، ما جيبهالوش وهو على فكره متفوق قوي، لكن اجيبها له كانه تفوق انه يعني ادى الدور بتاعه. ايوه، انا عايزه يعني برضو اسال حضرتك، عشان انا في البيت لما كل ماما تشوف رد فعل الاولاد من القلق، يعني في اللي بيجيله بمغص بيرجع ساكت ما بيتكلمش، حتى لو هي بتزعق ما بيردش عليها، نازل الامتحان مسهم، يعني الحاجات اللي هي بتحصل دي، العلامات اللي هي مختلفة من واحد للتاني، واحد بيقعد يعيط طول الوقت، أتعامل مع كل حالة إزاي؟ وهل في حاجة أقول إنها مرضية، يعني لازم أدي حاجة استشير دكتور حاجة تهدي، ولا ده نفسي بس اطمئنان فقط؟ رقم واحد زي ما أنت قلتي أبدأ بختام كلامك اطمئنان بس، أطمنه كويس جدا وأتكلم معاه. رقم اتنين، أراجع مجموعة الأكل اللي أخدها. لازم كل اب وام في مجموعه الاكل ممنوع ان نجيب اكل من بره، لازم كل الاكل يكون من البيت. لازم تكون الاكلات اللي هو مش جديده، طبعا احنا عارفين وقت في شويه فواكه جديده. هل ابني عندي تحسس او حساسيه من الاكل الجديد او ما دخلش عليه اي مجموعه؟ ليه اكل في البيت بقى؟ يعني ده في اباء وامهات بيبقوا عايزين يعني يكرموا عيالهم وبيعاملوهم بلطف اكتر وقت الامتحانات، عايز ايه؟ عايز برجر ويروح يطالب له البتاع ويقول له هات له، وهات له معاه زود له بطاطس وزود له مش عارف ايه وحاجات كده. هل ده لا؟ ده طبعا دي مصيبه. ليه بقى؟ المصيبه ان حجم الحاجات المعموله بدهون او زيوت محروقه وكمان الحاجات اللي فيها نشويات كتيره جدا دي بترفع نسبه السكر، فبيجي الانسولين فبيحس هايبر يهبط عايز ينام، وبعد كده يهبط عايز ينام. الجزئيه الثانيه بيخليه يقلل من حاجه بنسميها احنا التركيز، المأكولات اللي هي لازم تكون كل مكان المأكولات صحيه معتمده على الخضروات والفواكه. وفي حاجه انا بسميها مشروب التركيز، احنا دايما فشله جدا يعني سوري على اللفظ في مشروب التركيز. اللي هو ايه بقى؟ الميه. ده مشروب التركيز؟ ده مشروب التركيز، ده ما فيهوش كافيين ولا حاجه ولا حقيقي. هو مشروب التركيز علشان في نسبه اكسجين عاليه بيقدر يوصل الدم للمخ، فبيبدا الطفل يركز او حتى الكبير اي حد عنده حاله قلق نراجع شربه للميه عامل ازاي. بعد كده في مشروبات تانية لازم، لو هو لازم طبق الشوربه ده مهم جدا جدا، والشوربه لازم نزود فيها روزماري لان ده من الحاجات اللي بتعمل تهدئه نفسيه شويه. لو يعني حد كبير يعني روزماري ده بيعمل تهدئه نفسيه جدا، معلومه جديده بالنسبه لي. لا لا، روزماري من الحاجات اللي مهدئ نفسي قوي جدا جدا، وبعدين نعناع، بعدين المرمريه، دول الثلاث حاجات اللي بيعمل، وبعديهم اليانسون. يعني احنا دايما بنفتكرين اليانسون والليمون، اليانسون والليمون دول اخر حاجه، لكن روزماري رقم واحد، بعديه المرمريه، بعديه النعناع، اليانسون من الحاجات اللي ممكن نحطهم في اكلاتنا. ممكن نحط له في الشوربه بتاعته حاجات جنزبيل لو هو حس ان ابني شويه مش بيركز معايا، ده احطه معايا على التركيز، بيساعد على التركيز. طبيعه ان هو وهو بيتكلم معايا ويراجع معايا الامتحان. ايه مفهوم الامتحان السهل؟ يعني لو انا سالت كده هو عايزين امتحان سهل، مفهوم الامتحان السهل هو اللي حليت شبهه قبل كده. طب احل شبهه قبل كده ازاي؟ ان لازم ابني يبقى حل مجموعه اسئله، وده اللي احنا بنعمله، ان انا اراجع معاه لو جه السؤال الفلاني وما صربعهوش او اقول له ان انت عارفها، اخليه يحله بطبيعيه جدا واريحيه جدا، وبعد كده ابدا اراجعه معاه واخليه يعتمد على نفسه. يعني انا بتكلم هنا من سن اعدادي المفروض يعتمد على نفسه في حل الاسئله، ابتدائي مفيش مشكله ان هو نساعد. لكن انا هقول لك حاجه، النهارده ابني بيلعب طول السنه وانا مش قادره اسيطر عليه، فما حصلش حاجات كتير في مذاكرته، بس اللي باقي من الامتحانات، ما في الامتحان مش وقت كافي ان انا اقعد اذاكر له كل اللي فاته، اللي اقدر المه كده واجمعه بطريقه الاسئله لحاجة. هل ده ممكن كافي حتى ولو حصل 70% بس من 60% من المنهج بطريقه الاسئله؟ يعني هل دي طريقه ممكن تكون ايجابيه؟ لو قعدته جنبي واقول وانا اقول وسمع وانا سمع مش هيحصل، يعني هيتعقد، هيخاف لانه مش عارف. ده حل بطريقه الاسئله. ايه تاني ممكن نعمله؟ ده طريقه السؤال والجواب. الطريقه الثانيه ان هو بحاول اعمل له زي خريطه ذهنيه واقسم له الاسئله بالوان مختلفه، وده السؤال معين باللون، افتكره لونه مثلا ريد او لونه بينك او اي لون معين، عينه تحفظه، عينه بتحفظه، هيرسمه في دماغه لما بيجي لك السؤال بالطريقه الفلانيه ممكن تجاوب عليه بالطريقه الفلانيه. ولازم تركز وما تخافش، يعني عادي جدا جدا وعندك فرص كتيره جدا. حته ان هو عنده فرص دي انا عارف ان هو ما عندوش فرص، بس لما يحس ان هو الموضوع عادي هيبدا يركز قوي. طيب ممكن اضحك وهزر معاه وهو بيذاكر؟ حلو جدا، يا ريت. طيب وهو بيذاكر معايا ممنوع ان انا اكون مشغل النوتيفيكيشن بتاع الموبايل،
اللي هي الرنات او اي حاجه ترن او اي رساله تفصله ولا انا ولا هو بالظبط. ولازم كمان ما يحسش ان في متعه غايبه هو مش مشارك فيها، ان هو مثلا بيشجع مع باباه لاعب معين او ماتش كوره معين وشغال وانا محروم. لا عادي لو في ماتش يشوفه. طيب ولا يعمل ايه لو ذاكر وخلص الكم الساعات بتاع المذاكره بتاعته؟ يبقى مكافاه بيه. طب انا عايز اقول لحضرتك ان طلبه الجامعه ممكن يبقى قبل الامتحان بثلاث ايام هو لسه بيسمي ويعرف المنهج فيه ايه. ازاي الواحد يبقى دايما حاسس ان طالما لسه في وقت على الامتحان يقدر؟ ومنها اخد نقطه السهر، الناس اللي بتقعد تسهر لخمسة الفجر والصبح وبتاع ويجي في الامتحان يتفاجئ ان الامتحان عادي، الناس بتمتحن 8 الصبح و9 الصبح وهو اصلا في الوقت ده كان بيبقى نايم فيه، نعمل ايه معاه؟ من أسوأ الحاجات انك تطبق قبل الامتحان عشان توصل لتركيز كويس وينتاج كويس قبل الامتحان وتعرف تعرض البضاعه بتاعتك. كلنا عندنا معلومات، لكن فن انك تاخد درجه كويسه او انك تركز قوي مع البابل شيت او اي نوع من الامتحانات الجديده انك لازم تبقى مركز فيهم صحصح فيه، ده معناه انك لازم يكون عندك خبره تركيزيه، ده مش بيجي غير بعدد ساعات نوم، على الاقل 3 ساعات نوم قبل الامتحان. وهنا بتكلم على 3 ساعات نوم ثابت. وخليني بما ان احنا جبنا سيره النوم، لازم عشان اوصل لدرجه النوم العميق دي شويه حاجات مهمه جدا. لازم لكل طلابنا في المراهقه وكل طلابنا في الجامعه والثانويه لازم يومين يبقى عندك نص ساعه تمرين، تمرينات هوائيه اللي معروفه بالجامبز او اي نوع تمرين هوائي في البيت، مش لازم البيت. ينزل يروح اي مكان يعني. وحابب تمشي تاخد صاحب ماما او بابا معاك، حلو جدا جدا، هتتمشى تمشيه في مكان مشمس يعني قبل الساعه 5 ونص، الساعه 5 او الصبح بدري، ده كويس جدا جدا. بيعمل ايه يعني يا دكتور؟ اقول لك، انا التمشيه في الاماكن المفتوحه اللي فيها اضاءه كويسه بتملى الجسم بهرمون السيرونين، الهرمون ده بيساعد على انه يقلل من حاله القلق اللي عنده. انا هنا بتكلم على طلاب الجامعه وطلاب الثانويه. وممكن كمان يسجل فويس الحاجات اللي هو عايز يذاكرها ومحتاجه مثلا نص ادبي او حاجات محتاجه تسجيل صوت، يسجلها ويسمعها في النص ساعه دي وهو بيتمشى. ممكن يتمشى مع اصدقائه. انا مش ضد مقابلات الاصدقاء في المرحله دي، لكن الاصدقاء اللي بتهري الوقت وبتضيع الوقت وممكن يعني زي ما نقول افكارهم الشخصيه تاخدهم البلاي ستيشن بيعقدوا بعض يعني. بمعنى لو انا هو بيحاول يجمع الدنيا وحد من الاصدقاء اتصل بيه او قابله وانا متوتر انا مش عارفه الم حاجه انا محبط، فبينقل له احباطه ده، فبعد ده ما كان بيحاول يهدي من نفسه بيحبطه. ففعلا يبقى مع نفسه ده افضل اعتقد مع يعني. نفسه افضل، حلو جدا، الا لو كان صاحبك من الاصدقاء الداعمين يديله بوش بقى كده، يديله بوش او عنده عامل تلخيص معين ظبط الدنيا. بالنسبه للسؤال اللي حضرتك سالته، الناس اللي هي 3 4 ايام في الجامعه، التعليم في الجامعه هو تعليم تراكمي، كل ما انت كان عندك تراكم معرفي كويس او حتى بتحضر للمحاضرات عندي وبتسمع كويس جدا بتعرف تنتج. طيب لو انت بتحضر كويس حلو جدا وبتيجي الجامعه وبتشوف محاضراتي على الزوم او على الويب او بتقراها وما نمتش كويس، مش هتعرف تجيب المعلومه لازم الصح. انام كويس، لازم تنام كويس عشان تركز، لازم تنام كويس. حاله القلق زي ما قلت في بدايه الموضوع هي حاله طبيعيه، صاحبها واستغلها استغلال صحيح. ايه اللي بيخلي القلق يقل؟ ان انا اذاكر الناحيه الثانيه، كل ما انا ذاكرت كويس وحليت اسئله كتيره. وخليني اقول لكم بما ان احنا، وده بغششه لكل اولادنا في الجامعه، اكتر من 55% من اسئله الامتحانات في الجامعه هي متكرره. هي متكرره، لان انت لو جبت مجموعه يعني 6 امتحانات من 6 سنين فاتوا لازم يطلع منهم 50% سؤال. طب ده حلوه، دي فكره يعني لطيفه جدا. لازم طبعا. لازم، فعشان كده بشجعه. طيب بما ان التعليم في اعدادي وثانوي اتغير، لا الوزاره عامله مجموعه من الاسئله لو انت استعديت ليها وحلتها كويس جدا. الاسئله الجديده دي لازم يتدرب عليها كذا مره، بيبقى فيها شبهها عشان البابل شيت برضو جديد على الولاد يعني ما تعودوش انهم يتعودوا. خلينا نجاوب على النقطه دي يا فندم. هو لو ما كانش بابل شيت اي امتحان هو مش جديد عليهم؟ جديد. ولو اي منهج هو مش جديد عليهم؟ فهو بالنسبة له أي حاجة داخلها هي جديدة. هو لا دكتور، في ناس بتشوف يعني ولاد بيشوفوا طلبة البابل شيت أسهل، أصل أنا هتبقى قدامي الإجابة هي واحدة من الثلاثة دول فهحسبها كده بالعقل. دي لا، دي مش منطقية، حتى لو أنا مش يمكن تكون دي أقرب أو بتفكرني بالإجابة اللي أنا كنت مذاكرها. صحيح صحيح. ناس تانية بتشوف لا، ما هي دي يا صابت يا خابت، يعني أنا بقع، يبقى أنا المقالي بالنسبة لي هكتب حتى لو اول سطرين ثلاثه صح بس هامله يعني. فهي الخوف بيبقى من الناحيتين، احنا عايزين يبقى داخلين عندهم ثقه اكبر سواء في ده او في ده.
خليك واثق جدا في قدراتك وفي عقلك، ما تخونش الذاكره بتاعتك، لانك لو خونت عقلك هيخونك. ايوه دي من الحاجات النفسيه لو المهمه. خونت عقلك هيخونك. اقنعت نفسي ان انا مش هقدر يبقى مش هقدر. برافو عليك. طب انا كنت بشوف ايام الامتحانات، ايام يعني ما كنا في الجامعه وكده، كنا بنشوف ظاهره ان يعني الناس ماشيه تكلم نفسها يعني. فهل دي ليها علاقة بالامتحان ولا يعني ده عادي ولا حاجة ده يعني أصابه جزء من الهوس يعني؟ لا هو ده طبيعي، طبيعي انه يكلم نفسه. ودلوقتي طبيعي والله في الجامعة وبعد الجامعة بيكلموا نفسهم الأيام دي. هو بعد الجامعة أفتن ولا ماليش. لا 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 في الجامعة وبعد الجامعة بيكلموا نفسهم، ده طبيعي. حلو جدا، كلم نفسك وكلم الأشياء. أول من الأشياء ترد عليك هنا تبقى مش طبيعي. ده حلو جدا. كلم نفسك وكلم الأشياء. يعني الدولاب ماشي، لو الدولاب رد عليك يبقى دي المشكلة. يعني لما بنبقى بنذاكر لشغل أو لحاجة ولا إيه بيكلم نفسي، فالأول كنت فاكرة دي حاجة مش طبيعي قلقت، فعشان كده قلت أطمن حضرتك. ده صحي جدا. صحي جدا. صحي جدا. أنت كده بترتب أفكارك وبتساعد مخك بتحاول تخرج المعلومات. بس الناس بتقرأ غلط يا دكتور، لما بيكلم نفسه بصوت عالي بنقلق. حط سماعة في وداني عشان يفتكروا أنا بتكلم. خلينا يهمنا في الحالة النفسية بالذات، أنا ما يهمنيش الاخر، يهمني انا. الله، ما يهمنيش الاخر رايه مش تفرق معايا، هو لازم يرضى عني. لا هو ومين اجتمع على حد ما يعني ده مش بيجتمعوا على اي حد طبعا. فبالتالي يعني ما طبعا ولو حد يا دكتور بيضحك اي يضحك عليا مثلا زي هبه عادي، ما فيش مشكله يعني. انا مستغربه بس يعني أنا على طول ما احنا بنكلم نفسنا، بس بنكلم نفسنا على جوه يعني. طب نشوف المداخله اللي معانا. يا مريم صباح الفل. صباح النور. ازيك عامله ايه؟ تمام بخير. اتفضلي يا استاذه مريم تحت أنا امرك. انا عايزه اعمل مداخله معلش. اتفضلي. تمام الدكتور معاكي اتفضلي. لو انا بنتي في سن اعدادي وهي محتاجه تنميه مهارات يعني هل تنميه المهارات دي تعوض عن يعني تساعدها في الدروس والتحصيل لو كانت هي متاخره في القرايه او في الكتابه او الانجليش او كده؟ يا مريم يعني يا استاذه مريم يعني انت تقصدي ايه بتنميه المهارات؟ يعني البنت مالها وانت عايزه تبقى ايه مثلا؟ يعني مثلا احنا عملنا اختبارات ذكاء وكده فعرفوا ان هي محتاجه تنميه مهارات او صعوبات تعلم. هو حد شخصها صعوبات تعلم؟ ما ده شخصها صعوبات تعلم يعني؟ ايوه. طيب هي محتاجة صعوبات التعلم، فهل هي مثلا متأخرة في القراية ومتأخرة في الكتابة وفي الإنجليش والحاجات دي، فهل الصعوبات التعلم دي هتساعدها في الحاجات دي ولا أدي مع الصعوبات دروس بره؟ يعني أدي دروس مثلا في مرحلة الإجازة اللي إحنا داخلين عليها دي ندي بقى دروس تأسيس بقى في القراية والكتابة والحاجات دي. أنت قلت هي في سنة كام يا مريم عندها قد إيه؟ إعدادي. إعدادي. تمام شكرا. هجاوبك يا مريم هجاوبك. صعوبات التعلم الإي الدي اتش دي اللي هو فرط الحركة وتشتت الانتباه، اي نوع من اللي هو الناس اللي هو ذات القدرات الخاصه، كلنا ممكن يكون عندنا، انا ممكن يكون عندي قدرات خاصه، فبالتالي معناها ده اراعيه جدا جدا، اطلب وقت زياده في الامتحان وكمان انمي مهاراتي طوال العام. يعني ايه اطلب وقت زياده في الامتحان؟ ده طبيعي، ده قانون بيسمح لك. ده في قانون كده؟ قانون طبعا في قانون. يعني لو الشهاده تبقى معتمده شهاده طبيه اقدر اطلب. بناء عليه يعني ده موجود في كل الاماكن، يعني بيقول ان انا محتاج وقت زياده تمام في الاجابه. ده بالنسبه للامتحان. وانا هنا لصعوبات التعلم لو ناتج عن مشكله عقليه او مشكله فيزيكال معين في الجسم او حاجه فسيولوجيه، ما يهمنيش الدرجه التعليميه بتاعتي، يهمني فعلا زي ما قالت مريم المهارات الحياتيه. المهارات الحياتيه اني اعرف اقرا واكتب، اعرف اتعامل مع الاخر، اعرف حدودي حدود جسمي عامله ازاي وحدود شخصيتي عامله ازاي، اطور من مهاراتي. مش مهم اجيب مجموع السنه دي او انجح السنه دي قد ما مهم ان انا الحياه بالنسبه لي تمشي بوتيره ثابته. هي محتاجه ده سؤالها، ادي دروس خصوصيه في المواد جنب المهارات اللي طبيا يعني بتتعلمها صعوبات تعلم ولا لا؟ محتاجه ان ما اقدرش اقول لحد انا يدي دروس خصوصيه، بس هي حد كحد بس هي يدي كحاله سبيشال كحاله سبيشال لازم يبقى يساعد بس يساعد. ده لا مهم جدا جدا، واللي بيدي الدرس يراعي ان دي حاجه يعني بنسميها احنا قدرات خاصه. يعني ما تديش لاي مدرس، لازم يبقى حد معاها هي بس لوحدها، ويكون بالزبط. هو عارف الكيس بتاعتها الحاله ويتعامل معاها. ده لازم اقعد المدرس يقعد معاها يتكلم معاها، ممكن يشرح لها الدرس على كذا مرحله وكذا جلسه، والجلسه الواحده ممكن نطلع منها بمعلومه ثابته. واحيانا بيكون عندهم حته الذكاء او حته بنسميها احنا التذكر عاليه جدا، اول ما ثبت التذكر عنده خلاص مش مشكله يعني. دكتور نصيحه يعني في اخر فقرتنا مع حضرتك، نصيحه للاباء والامهات ونصيحه للطلبه.
الاباء والامهات ممنوع انك توصل لابنك رساله ان هو انا بحبك او بقبلك علشان مجموعك. حبه بدون شرط، تقبله بدون شرط. ممنوع انك تقارن ابنك باي حد او حتى بنفسك، ممنوع خالص. ممنوع انك تعايره، ممنوع تماما الجزئيه دي. ما تضغطش عليه بالكلمات اللاذعه او يحصل فيه خناق او توتر. ما تنقلش لابنك التوتر والقلق اللي انت فيه، رحبه بالتوتر والقلق وتعامله معاه على انه حاجه عاديه جدا وموجود معانا. وهنا برحب بيه مش معناه ان انا احبه اتوافق معاه، موجود كاي قطعه ديكور موجوده في البيت، وشويه وهيمشي هو من تلقاء نفسه اول ما ترحب بتواجده. اقبل نفسك واقبل ابنك زي ما هو بدون اي شروط وواجبات. الجزئيه الثانيه، اخد بالي ان النوم الصحي امر مهم جدا، التمشيه الرياضيه والحوار والاصغاء امر مهم جدا، الاكل الصحي من خضروات وفواكه والبعد عن الحاجات اللي فيها سكريات زياده، الشاي الاخضر مقبول، الكافيين للناس اللي في الجامعه واعدادي قبل النوم بخمس ساعات، ممنوع القهوه والشاي قبل النوم عشان تاخد قسطك من النوم بشكل كافي. الاصحاب المشتتين والاصدقاء اللي هم بيسحبوك ناحيه منطقه الاحباط ومنطقه التشتت ابعد عنهم، نبعد عنهم. لو من الناس اللي هي مصاحبه موبايل والعاب جيمز، الموبايل يتسلم لبابا وماما، ممنوع ان انا اشوفه دلوقتي. لو عليه حاجات مهمة انقل الحاجات المهمة على موبايل تاني ما فيهوش فيه اي العاب ولا مشتتات. هي مرحلة جميلة جدا انا هفتكرها في المستقبل علشان لما تيجي تكبر ما تقولش ان انا ضيعت حاجة. وفي الاخير يا ريتني كنت عملت بالضبط. انت مش حاصل مجموعك ولا انت حاصل الكلية بتاعتك، انت انسان مرحب بيك في النور، فخليك في منطقة النور بالحب. تمام، نشكرك جدا دكتور علي عبد الرادي استشاري الصحه النفسيه، نورتنا جدا يا فندم. تحياتي ليكم وصباح النور. شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الفل، نورتنا. تحياتي. دلوقتي نخرج مع حضراتكم لفاصل وبعدها هنرجع للفقره هنتكلم فيها اكتر عن السياحه الثقافيه وازاي يتم تنميتها في الفتره اللي جايه.